أعلنت وزارة التربية والتعليم تحديث إجراءات نظام التعلم والتدابير الاحترازية للمدارس الحكومية، وذلك في ضوء قرار عودة الطلبة الراغبين في الحضور الفعلي إلى المدارس بواقع 5 أيام في الأسبوع، مع استمرار طرح خيار التعلم عن بعد. الوزارة أعلنت استبدال دليل الإجراءات الإرشادية المعمول به سابقا بإرشادات أخرى مبسطة توضح خيارات العودة وآليات التعامل مع الإصابات وتتبع المخالطين، بالإضافة إلى التأكيد على استمرار عمليات التنظيف والتعقيم وقياس درجات الحرارة ولبس الكمامات.